الواحد يخاون ولا يأمنش، أصل سوء الظن من بعض الفطر. احنا مش نجيب مزة ولا ايه؟ لا ملوش لزوم. أمرك. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنقول ايه يا حافظ؟ تعرف يا معلم، اما يكون صاب المحل نضيف بيدي قيمه للمحل ويخليه محترم. المعلمه بقى كان لها حق لما طردت الواد مدبول الوسخ ابو شاكته مريحه وجابت بداله فتحي. واد لوز زي الفل والله العظيم يا معلم، منور المحل وادمه كويس. ما تشرب كفاية كده، يلا بينا بدري. كفاية هتعمل ايه؟ هدفع الحساب. عيب يا معلم، انت ضيفي. الحساب خالص. يلا بينا. يلا يا عم. اهلا فتحي. لا مؤاخذة يا معلمة، انا عارف اني جاي في وقت غير مناسب لكن غصب عني. خير؟ اصل والدتي دكتورنا قالها المستشفى دلوقتي ولازم يعمل لها عملية حالا اطمن ان شاء الله تطلع بالسلام. انا مسلم امري لله ونعم بالله. اقعد استريح، انا هاجي لك حالا. كام يا ابني؟ عنك يا معلم حافظ. مش ممكن. لا وشرفك. مش ممكن. قول يا ابني. فك الله يا معلم. فكها من اهل. الله، المعلمه لسه صاحيه. انا مش عارف اودي جمايلك دي كلها فين يا معلمه. اهي الناس لبعضها. كتر خيرك، ربنا يقومها لك بالسلام. عن اذنك. اتفضل. مع السلامه يا فتحي، ربنا يطمنك عليها ان شاء الله. انا خايف قوي يا كيلاء. ما تخافش، مفيش دكتور يضرب مشرط في عيان الا اذا كان متيقن انه هيجيب نتيجه كويسه. كله على الله. مع الف سلامه. بس لا حول الله يا رب. جاي منين؟ جاي من عند المعلم. وايه اللي جابك في ساعه زي دي؟ اصل والدتي لازم تعمل عمليه دلوقتي حالا. المعلمه يخصها ايه في الكلام؟ حقيقه انا اعصابي كانت تعبانه كنت جاي اخد فلوس من المعلمة. انا عارف ان غلطت وجيت في ساعة زي طبعا دي. غلط، ما تغلطش مرة تانية، فاهم؟ اتفضل، مع السلامة. معلمة، المعلم جاي. معلمة يا رايا بنت، مالك بتزعقي كده ليه؟ ايه؟ كنت فاكرني مش جاي ولا ايه؟ كلام اهدى يا معلم، الف بعد الشر عليك. هتخش تخدي بقى نامي بلاش هاوس. حاضر. مالك؟ بتزعق ليه؟ الزفت دي كيداهم، بتزعق وانا داخل زي ما كنت تايه ولقيتون. وماله؟ فرحانه انك جيت. ليه؟ كنت في الحرب؟ ابدا، مش قلت انك هتسهر ورجعت بدري. وفيها ايه دي؟ ولا حاجه يا عدس. انا عامله لك حته اكله هتاكل صوابعك وراها. ماليش نفس. يبقى لازم كلت بر. ايه؟ هو ممنوع اكل بره كمان؟ ده دي انت شال عبد القادر ليه؟ حد زعلك يا عبس؟ ما تخلقش اللي زعلني. الله، امال مالك؟ ماليش، اصلي تعبان شوي. حاسس بايه يا حبيبي؟ ماليش مزاج. يظهر تقلت الايار حبتين. لا ابدا، عايز اقلع هدومي. طب تعال يلا بينا. طيب ده اقفل البابور وروحي نام. ما تبقاش تسهر بره كتير، انت مش واخد على السهر يا حبيبي. انت فاكره اني كنت بنام في السجن؟ انا عمري ما نمت ليله على بعضها وانا بعيد عن بيتي، وانت السبب. انا عارفه انه كان بالك مشغول عليا. كنت دايما بقول يا ترى عايشه ازاي؟ وبتعمل ايه؟ وبتروح فين؟ هروح فين يا حسره؟ من البيت على الوكاله ومن الوكاله للسوق.
اصل ما كنتش مطمن ابدا للواد مدبولي ده. اهو راح في 60 داهيه قطع عيشه بايده. ده انا لولا وجود فتحي معايا ربنا يحميه لشبابه ما خلانيش اتعب في حاجه. وقعدوا معايا في الشغل هون عليا غيابك عن الوكاله. ان جيتي للحق هو ولد نقطه. لقيتيه فين ده؟ اصل خالي الحاج احسن هو اللي جابهولي. الله، هو يعرف خالك؟ ما هو ساكن جنبيهم في القلعه. بس باين عليه واد شايف كيفه شويه. ابن ناس طيبين ومؤدب، عنده ذوق مش زي الشغيله اللي عندنا. عنده ذوق ازاي يعني؟ اصل العيد كبير اللي فات عزموني عندهم. عزموكي فين؟ في بيته. وانت ايه اللي وداك البيت؟ الله، امه جت لغايه هنا عزمتني. ده دي احنا هنقضي الليله على فتحي. انا مش جايين نوم دلوقتي، هطلع اقعد في الصاله شويه. كيف؟ استغفر الله العظيم. إن بعض الظن لسه.